ايه رايك بقى يا عم؟ انت راجل قوي يا فاسر. يا ابني دي اقل حاجه عندي، بس على الله يطمر فيكم، بس انا عارفكم شويه عيال اندال، محدش هيشيلني يوم ما اطرد انا كمان من البيت. تعالى هنا، تعالى خش ما تتكسفش. ها؟ ايه رايك بقى في الاوضه يا عم؟ دي بقى اوضه نوم خالتك؟ لا، اوضه نوم خالتي تاني اوضه هنا الناحيه دي. يا سلام، بقالي يوم بليله محروم من نومه السرير، وحشاني مرتبه قوي. يا سيدي المرتبه قدامك، افرش زي ما انت عاوز عليها، وعندك الدولاب اهو، افرش كل هدومك وكل متعلقاتك اللي انت عايزها. هدوم ايه يا حسره؟ يا ابني انا خرجت من بيتنا طفشان بالطقم اللي عليا ده بس. يخرب بيت عقلك، طب هتقعد اليومين دول ازاي من غير هدوم؟ اهو. ولا يهمك، صاحبك فيصل هحلها لك. يا نوال يا نوال نوال، انت مش هتبطلي بس عندك ولا ايه؟ نزل يا حمدي. هو مين اللي نزل يا نوال؟ فيصل ابن اختي سوسن جارتي، بس الواد اللي معاه ما نزلش، شكله كده هيكن جوه في الشقه. يا نوال حرام عليك، انا مش عايز مشاكل. يكن ولا ما يكنش، احنا مالنا؟ مالناش دعوه. ازاي يعني؟ مش لازم نبقى ملمين بما يحدث في السكن اللي احنا ساكنين فيه؟ يا نوال يا حبيبتي ابوس ايدك، انا مش عايز مشاكل مع حد، احنا حدودنا الشقة دي بس، اما البيت وخارج البيت مالناش دعوة. انت مش فاهم حاجة اساسا. فهميني يا نوال. اقول لك، من قيمة شهر شهرين الواد فيصل كان جايب واحد صاحبه غير دوت ودخل معاه الشقة. ما يمكن بعلم خالته؟ لا يا حمدي، أنا قلبي وإحساسي بيقولوا غير كده. بس وحياتك، المرة الجاية لما أشوف سوسن هقول لها على عمايل ابن أختها، وأشوف بقى كان عندها علم ولا لأ. يا نوال حرام عليكي، حرام عليكي، أنا مش عايز مشاكل مع الناس، ما تعمليش مشاكل مع الواد وخالته، ما تدخليش بين البصلة والشريتان. روح افتح الباب يا نوال. أقول لك إيه؟ أنا نايم، أنا نمت خلاص يا نوال، نمت. نام يا أخويا نام. إيه الجديد يعني؟ ما طول عمرك يا رضا وأنت كده، ما باخدش منك القانون. الراجل نايم 24 ساعة ده. حاضر. ازيك يا نوال؟ حاجة أبو سعيدة يا أختي، نورتي الدنيا يا عشرة العمر الجميلة، اتفضلي. يزيد فضلك يا أصيلة يا بنت الأصول. حاجة ازيك يا بصبص، عاملة ايه؟ وحشتيني. ها تشربي ايه؟ في قهوة باللبن، نسكافيه بالشاي، شاي بالسكر، حلبة، أي حاجة، كله موجود. تشربي ايه يا حبيبتي؟ لا يا حبيبتي مش عايزه اشرب حاجه، لا ده ولا ده. انا يا اختي جايه لك في كلمتين وماشيه على طول. كلمتين؟ تحت امرك. هي في ايه يا حاج؟ بقى انت يا اختي عارفه ان انا وانت والست سوسن كنا هنا عشره 15 سنه يا حبيبتي، لحد انا ما عزلت من هنا وسبت البيت ورحت يا اختي المنير. ده انت تغيبين وفي القلب حاضره، مهما بعدتي يا حاجه معزتك هنا اهو جوه القلب. ده يا اختي في قلبك انت، انما يظهر بقى اني ما عادليش معزه يا اختي في قلب الست سوسن. سوسن؟ ايه الحكايه؟ احكي لي يا حاج احكي لي. يا اختي انت عارفه ان ابني سليمان كان عامل حادثه بالتاكسي بتاعه اللي هو كان جايبه بالقسط، والتاكسي يا اختي بعيد عنك اتفشفش، الدشدش ما بقاش ينفع بجنيه. بس اللي انا اعرفه يعني ان ربنا نجده وطلع منها سليم. يا اختي نحمد ربنا ونشكر فضله. بس يا حبيبتي التاكسي ده زي ما قلت لك كان جايبه بالتقسيط، ولما التاكسي دشدش الولا ما قدرش يسدد بقيه القسط بتاعه، قوم يا اختي البنك بعت له انذار. حرقه قلب الجدع. المهم الولا يا اختي ما كدبش خبر وجه للست سوسن لاجل ما يستلف منها قرشين يسدد البنك ويدفع مقدم تاكسي تاني ياكل منه عيش. عادي يعني، ما هي سوسن دي شغلتها تملي، بتسلف الناس المحتاجين وبتاخد عليهم فوايد. ايوه يا حبيبتي، بس هي المره دي استغلت ظروف الواد وطلبت منه فوايد كبيره قوي، والواد يا عيني عشان كان محتاج قبل يا حبيبتي الفوايد اللي هي قالت له عليها. ومش بس كده يا اختي، دي كتبته شيكين، شيك بالمبلغ اللي هو استلفه وشيك بالفوايد، وكتبته كمان وصل امانه بالمبلغ كله، وقالت له لما ترجع لي الشيكين اما تسددهم ابقى ادي لك وصل الامان.
ازيك يا ابراز؟ شايف ولا عمر باشا جاي الديسكو متاخر يعني الليله دي. معلش كان عندي شويه شغل. ماشي يا باشا. شلت الانس جوه؟ مفيش منهم غير الانسه مروه والباقيين لسه ما هلوش. ماشي. عمر باشا استنى. ايه في؟ مفاتيح بس العربيه عشان خاطر لو حد من الزباين جه وحضرتك قافل عليه. طب خلاص امسك. ماشي يا باشا. Get on the floor. Oh, I'm the party starter. You might have a good time, but we party harder. So tell the DJ to play my song and we can dance all night. ايه يا عمر؟ هو انا ناجي بشدها من الزلمه اللي موجوده في قعدتها؟ انا مش قلت لك 100 مره قبل كده مش هشوف تراسي مع حد؟ انتوا مشايفني بالشكل ده قدام الناس؟ رايك غلط. ما طلعي انت مش عاقل قوي. من شويه تعالى هفقك كنت تراسي معاهم دول. ما اعرفهمش، لكن هم شله الشباب اللي بييجوا يسهروا في الديسكو. وانت لما احنا نغيب الشله بتاعتنا تغيب، تضمي معايا شله ثانيه وخلاص. انت مالك حاطط الدليل ليه؟ واضح ان نتيجة الثانوية العامة مأثرة عليك. وهي عايز نهاية السنة. حلو، عشان انا وانت السنة الجاية نبقى في ثانوية عامة ونذاكر مع بعض. اتجننتي؟ انا مصدق تخلص السنة دي. بس مجموعك مش هيدخلك كلية الهندسة اللي كان نفسك فيها. ممكن اخشها في اي جامعة خاصة. هاي. هاي. ايه يا بابا؟ هاي سعيد. ايه الاخبار؟ ازيك؟ ايه اللي حصل؟ لا احنا كنا برابطة المعلم كده في النادي بنحضر ماتش سلة على ضوء الكشف ويا دوب لسه خلصان حالا. ازيك يا عمر؟ ازيك حبيبتي عاملة ايه؟ بقول لكم ايه؟ تعالوا نشرب حاجة. لا يا صاحبي انا هشرب النهارده على حساب سمر، انا الفريق كسب فريقها وكسبت الرهان. قشطة يا بابا. يلا يا جماعة. المهم الولد يا قلب امه فضل يجتهد ويجري لغاية ما سدد لها الشيك الأولاني اللي هو الكبير، وجه في الوصل التاني اللي هو الشيك بتاع الفوايد بتاعه، ما قدرش يا قلب امه يسدده. أمي يا اختي استسوسن ما تراعيش العشرة والعيش والملح اللي بيني وبينها، وتروح يا اختي تقدم وصل الأمانة للمحكمة وتاخد على الواد حكم بالسجن سنة. عايزة تسجن سليمان ابني يا اختي. ايه ده؟ معقولة؟ ملهاش حق سوسن تعمل كده؟ مش قادرة أصدق. دي برضه يا اختي آخرة العيش والملح اللي بينا، عايزة تعمل سليمان ابني؟ لا لا ما عندهاش حق خالص. ايه ده؟ ولعلمك بقى سليمان يا اختي من ساعة ما عرف بالسنه الحبس ديت وهو يا اختي شايط شايط يا قلب امه، وكان عاوز يجي يمسك فيها. انا يا اختي قلت له خليك انت يا حبيبي وانا يا اخويا هروح اكلمها، يمكن يا اختي قلبها يرق وتدينا مصالحه نقدمها يا اختي للمحكمه عشان يوقفوا الحبس ده. بس يا حجه والنبي يا ابو سينا ما تقطعيش قلبي، انت دموعك عزيزه عليا، عشره العمر جميله. بصي سيبيلي الموضوع ده وربنا يقدم فيه الخير، بس سيبيني سيبيني لما اكلمها لما ترجع من قليوب. الكمين اللي اتعمل ليله امبارح اصفر عن نتائج هايله. قدرنا نقبض على لص السيارات وهو راكب عربيه ملاكي مسروقه، وقدرنا كمان نقبض على 5 افراد مسجلين خطر. غير يا فندم الثلاثه اللي اتضح لنا ان هم هربانين من تنفيذ الاحكام. عشان كده لازم نكتر من الكمائن الليليه وبالذات في ال... ايه يا نادر؟ نادر قدم نادر سعد الدين. اي فندم ساعتك بتكلمني؟ ايه كنت سرحان في ايه؟ ابدا بس كنت يعني واضح ان موضوع هاني اخو عروستك اللي انت حكيت لي عليه شاغل تفكيرك يا سياده المقدم. عندك حق. اموت واعرف الواد ده راح فين. الو. ايوه رند وحشتيني فقلت اكلمك. هاني حبيبي انت فين؟ طمني عليك. انا هنا في شقه واحد صاحبي. تصدقني ما كنتش اعرف انك غالي عندي قوي كده غير لما عدى يومين من غير ما اشوفك. انا كمان مشتاق لك قوي. هاني عشان خاطري قولي انت فين؟ عايزه اجي اشوفك. وحياتك عندي ما هقول لبابا. هاني لو بتحب اختك صحيح قولي انت فين؟ اه 15 شارع ايه؟ اه عارفاه في الهرم يمين بعد الكوبري. اه عارفاه. طب قولي كده يا رندا بقى ما وانت جاي يعني بتجيبي لي معاكي فلوس؟ علشان انا خلاص فلوسي خلصت والمكان اللي انا فيه ده لازم اسيبه بكره ومعيش فلوس عشان اجر مكان سكن تاني. وكتاب الله وكتاب الله يكون جاب خبرك. اغزي الشيطان يا حلمي ويلا بينا نرجع البيت. بيت؟ بيت ايه بقى؟ ما خلاص ما عادش لنا بيت. الولايه الغزيه دي فرضتنا منه، بقيت انا وانت والعيال في الشارع. يا حلمي يا حلمي يا ابوك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين خبط باب؟ بتاع الشكل ده؟ ايه يا عم ايه استنى.
دلوقتي يا فين؟ ما حدش في الشقة هنا غيري، الست صفا مسافرة عليهم كده؟ طب لما تبقى ترجع بقى يبقى بلغها ان الاسطى حلو بتاع سن السكاكين واللي ساكن عندها فيصل واللي فاتت عليه حكم بالمحكمة بطرده من الشقة عشان دفع الإيجار رجع لها تاني وحالف تجيب خبرها بقتلة مسكين عنده. دواش سيبني اسمع ابوس ايدك. انت مش هتبطل الخصبه اللي فيكي دي، التجسس على الناس والسماء. خشي اسكت يا حمدي، طلعت ست مفتريه وانا ما كنتش واخده بالي. يا بنتي سوسن سوسن اللي ساكنه قصاد مننا في الشقه دي، اسكت، دي مش بس واخده امر بحبس سليمان ابن الحاج ابو سينا، لا دي واخده كمان حكم محكمه بطرد واحد من السكان بتوع عماره فيصل بتاعتها. احنا مالنا؟ خلينا في حالنا. تعالي خشي بس، خشي انت، خشي يا عروستك المحررة بتاعت جريدة تقرا الحادثة اللي جات الاسم عشان تاخد اخبار للجريدة بتاعتها؟ اه هي، افتكرتها؟ طبعا افتكرتها، دي حتى جات لنا في نفس اليوم اللي احنا كنا راجعين فيه من القبض على العصابة اللي سرقت شركة الصرافة. يا ابني ليه؟ ده انت ذاكرتك فولاذية. يا ساتر يا رب، انا بقلق من كل اللي عينهم خضرة. لكن يا اخويا يعني ما كانش باين عليكم ان انتوا تعرفوا بعض خالص. لا ما احنا مش معرفة، احنا جيران من مدة طويلة قوي وساكنين في عمارة واحدة كمان؟ اهي دي برضو معلومة جديدة علي. المهم بس دلوقتي نلاقي اخوها هاني. وده هتلاقيه لها ازاي ده كمان؟ مش عارف، لكن لازم الاقيه. الواد سنه صغير وطايش وجايز يقع في ايد حد كده يوديه في داهية. الو يا راند، لقيتوه؟ طب انت فين دلوقتي؟ انا اسفه يا ندى ان انا بشغلك وبعطلك عن شغلك بامور شخصيه. فعلا انت بتعطليني وشغلاني، بس انا كمان نفسي يعني تعطليني وتشغليني كده على طول. بس الكلام ده عادي، احنا بنعمله كل يوم، اي حد من حقه يجي يتقدم ببلاغ عن اختفاء اي حد، وانا دلوقتي بعتبرك مواطنه عاديه تقدمتي ببلاغ عن اختفاء اخوكي اللي مش قادره توصلي له. ايوه بس انا خلاص عرفت هو فين، المشكله كلها انه محلفني ما اقولش لبابا. سيبيني بس انا اتفاهم معاه. طب والفلوس طلبها مني عشان يدور على سكن؟ مش هنحتاج ندفع فلوس، انا هتكلم معاه وهرجعه معايا البيت. يا رب. بلطجي بلطجي، ايه يا ابني اللي تهجم عليك في الشقه ده؟ ايه وده كان عايز ايه من خالتي سوسن؟ بصراحه انا ما عنديش اي خلفيه عن القضيه دي. المهم يا هاني، انت شفتلك متوى تاني ولا لسه؟ هاني خالتي هترجع شقتها بالكتير قوي بعد بكره. يا فيصل والله العظيم انا فاكر ومش هنسى. يا ابني انا بكره بالكتير هكون ماشي من هنا، بس لازم بقى اشوفك عشان ارجع لك مفتاح الشقه. ايوه سليمان. ازاي حضرتك؟ ازيك يا ابني؟ اتفضل اتفضل، عامل ايه؟ الحمد لله. عاش من شافك السريح. ربنا يخلي حضرتك. وازاي الاستاذ حمدي؟ الحمد لله نحمد الله. هي والدتي جت لحضرتك امبارح؟ اه جت وحكت لي على الشيكات ووصل امانه اللي انت كاتبه للست سوسو، وطبعا قالت لحضرتك على حكم السنه الحبس اللي انا اتصيته. قالت لي والله انا مش عارفه اقول لك ايه، انا حزينه جدا، بس وعدت مامتك وقلت لها اول ما تيجي سوسو من اليوب هحاول. انا مش عايز حضرتك تحاولي بعد اذنك، انا جاي دلوقتي عشان اقول لحضرتك خرجي نفسك من القضيه دي.